أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات إن جهود مبادرات التعامل مع تحديات تغير المناخ في إفريقيا تكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم، ولقد قمت من جانبي بالتنسيق مع الرئاسة الفرنسية وسكرتير عام الأمم المتحدة بإطلاق كل من المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة في الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مؤتمر الأطراف بباريس. كما استضافت مصر خلال العامين الماضيين اجتماعات مجموعة العمل الفنية المعنية بصياغة هاتين المبادرتين بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الإفريقية وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي ومبادرة نيباد، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية وشركاء التنمية. وتقديرا منها لأهمية قضية الطاقة المتجددة بالنسبة لقارتنا الإفريقية، قامت مصر باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بتيسير أعمال مجموعة العمل الفنية المعنية بمبادرة الطاقة المتجددة بهدف سرعة صياغة الوثيقة التأسيسية للصندوق المقترح للمبادرة. ويسرني التأكيد هنا على استمرار التزام مصر ببذل كافة الجهود لدفع المبادرتين قدما، واستعداد مصر لاستضافة اجتماعات مجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة حتى عام 2020، وتقديم كافة أشكال الدعم والخبرات الفنية والإمكانيات لهذه المبادرة، والتي نرى بالفعل أنها قادرة على تغيير خريطة التنمية في إفريقيا إذا ما تمت صياغتها وبلورتها بشكل سليم يعكس أولوياتنا الإفريقية ورؤيتنا لتحقيق النمو المستدام القائم على استفادة الجميع وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية بما يضمن تحقيق الفوائد والمكاسب للجميع وتجنب الأضرار مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما لا يفوتني الإشارة إلى ما تضمنته قرارات قمم الاتحاد الإفريقي بداية من قمة جوهانسبرغ في يونيو 2015 من آليات تفعيل المبادرات ذات الصلة، ومنها مبادرة الطاقة المتجددة والتي تضمنت تكليفات واضحة لتفعيلها سواء من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأمسن أو لجنة الكاهوسك بالتنسيق مع بنك التنمية الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي. وتكليف فخامة الأخ ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري بالعمل على تنسيق موضوعات الطاقة المتجددة في إفريقيا وتقديم مقترح لتفعيل مبادرة الطاقة المتجددة إلى القمة الإفريقية. ومن هنا فإنني أتطلع للتنسيق مع أخي فخامة الرئيس ألفا كوندي فيما يتعلق بتلك المبادرة لضمان تحقيقها لأهدافها ولسرعة الانتهاء من صياغة واعتماد وثيقة تأسيسية للمبادرة تعكس التوافق والرؤية الإفريقية المشتركة وتتسق مع ما تم الاتفاق عليه في مجموعة العمل الفنية في اجتماعاتها في القاهرة وفي أبيديجان، وبحيث تتمكن قمتنا الإفريقية من اعتماد الوثيقة المقترحة ومن ثم الانتقال لمرحلة تفعيل المبادرات الإفريقية للطاقة المتجددة والتكيف والتي تعول عليها شعوبنا في الفترة المقبلة. السيدات والسادة، من جانب آخر وفيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الأخير بمراكش، فإنني أود أن أشيد بجهود مجموعة المفاوضين الأفارقة ونجاحهم إلى حد كبير في الحفاظ على المصالح الإفريقية، لا سيما في ضوء ما تشهده من توجه الدول المتقدمة لتغيير المفاهيم التي قامت عليها مفاوضات تغير المناخ على مدى عقود والتراجع عن تحمل مسؤولياتهم وفقاً لمبدأ المسؤولية التاريخية ومبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة. الأمر الذي يستلزم منا بذل مزيد من الجهد للتمسك بثوابت مواقفنا وللحفاظ على مصالحنا ولضمان عدم تحويل مسؤوليات الدول المتقدمة ونقلها إلينا، وبما ينعكس بالسلب على جهدنا التنموية ويثقل ميزانيتنا الوطنية بأعباء معالجة آثار الظاهرة، لا خلاف على مسؤولية الدول الصناعية عن تفاقمها. كذلك أود التأكيد على ضرورة ألا يؤدي اتفاق باريس وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات جماعية أو أحادية مثل فرض الضرائب على الكربون
أو تطبيق معايير البصمة الكربونية أو غير ذلك من إجراءات من شأنها أن تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وأن تلحق أضرار جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا وعلى رأسها قطاع الزراعة والنقل. ومن هنا فإنني أود أن أؤكد الأهمية البالغة لعملنا المشترك الرامي لضمان التوازن في تفعيل اتفاق باريس والحيلولة دون تحوله مع الوقت إلى وثيقة تركز فحسب على تقليل الانبعاثات مع إهمال القضايا ذات الأولوية لدولنا الإفريقية، وعلى رأسها موضوع التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ بما في ذلك ما يتعلق بالجفاف والتصحر وإدارة الموارد المائية، وكذلك أهمية توافر آليات دعم التنفيذ للدول الإفريقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا وتوفير التمويل المستدام بما يسمح بدعم الجهود الوطنية الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة. الأخوة والأخوات، تلك هي القضية التي رأيت أهمية إبرازها والتي يتضمنها التقرير المعروض على لجنتكم الموقرة والذي أدعوكم لاعتماده بما يشمله من توصيات ستمثل التوجيه السياسي للمفاوضين الأفارقة في إطار الإعداد للجولات التفاوضية المقبلة، وستعكس توافقنا على ضرورة تفعيل المبادرات المختلفة بما يحقق ملكيتها الإفريقية ويضمن استمرار الدعم السياسي الإفريقي لها على أعلى مستوى. وإذ أنتهز هذه الفرصة في ختام ولايتي كمنسق للجنة الكهوسك لتوجيه الشكر لكم على ما قدمتموه لي من دعم خلال تلك الفترة، أتمنى خالص النجاح والتوفيق لأخي فخامة الرئيس علي بونجو رئيس الجابون المنسق المقبل للجنة، مؤكدا على دعم مصر الكامل له وتطلعنا لاستمرار التعاون معه، وشكراً.